تتدفق المليارات العربية على مصر منذ إزاحة الرئيس المنتخب محمد مرسي، وقد بلغ مجموعها 12 مليار دولار. الدول الدافعة ثلاث من دول الخليج كانت أول المرحبين بما جرى في مصر، فدفعت السعودية 5 مليارات، والإمارات 3 مليارات، والكويت 4 مليارات على شكل نقد وودائع ومنتجات بترولية. تحسنت البورصة المصرية، وهو ما رآه أركان النظام الجديد انتعاشا يؤكد صوابية قرارهم بإزاحة ما يقولون إنها إدارة فاشلة، في حين يقول مناوئوهم إن هذا التحسن ما كان ليحصل لولا ما يصفونها بجرعات المال السياسي الذي يدفع الآن ليس لمصر بل للنظام الجديد. حين انتفضت مصر على مبارك كانت خارجة من قاع مظلم من الفقر والتهميش وفساد عميم أنجب حيتان مال اندمجوا مع السلطة. هذا التزاوج الهجين الذي طالما أخذ على البلاد باعتباره أبرز معوقات تقدمها سرعان ما سيتبلور أكثر فأكثر في المرحلة اللاحقة. عاشت مصر 16 شهرا من التهاوي الاقتصادي في ظل حكم المجلس العسكري، تراجع خلالها احتياطها النقدي إلى النصف، وعندما جرت أول انتخابات ديمقراطية وحملت رئيسا إسلاميا إلى رأس الحكم في بلد عربي محوري، وجد كثيرون أنفسهم أمام واقع جديد، واقع لا يمكن هضمه ولا التشكيك فيه. إنه آخر من يتمنون رؤيته في السلطة، لكنه جاءها محمولا على صناديق. تسلم الرجل خزانة شبه فارغة، يقول مناوئوه إنه أخفق في ملئها، وكان يرد بأنه يواجه التعطيل والتضييق وضغوطا غير مسبوقة تجلت في محاولته الحصول على قرض ضخم من البنك الدولي. ذهب مرسي ففتحت الخزائن المغلقة في وجه مصر، ولا شيء يضمن عدم غلقها من جديد بعد تكريس ثنائية السلطة والمال، ليس فقط في صنع القرار السياسي بل أيضا في صناعة الرؤساء.